سكسيد 10 سنين زاد عنده طفل. الفرحة لون يديرها لا في روحه في السبيطار. الحاجة الأولى اللي دارها في السبيطار الزوج تاع الليل زاد عنده طفل. سقس القابلة. راكم معنا جهة اللي من هنا. قلت لك الزوج تاع الليل بعد ما زاد عنده طفل هذاك سقس القابلة. قال لها البلدية على كدا تفتح. ماهوش مصدق وقتها يماركيت طفلك. يعود فلان بن فلان. هذاك وين يريح. أي صباح طلع نهار البسكوستيمو تاع الكارفالي في ذاك وجا هابط به البلدية. البلدية سكتمبر دواسة وأمورات وشبكة ومساج وانفستيسمو ومنحة تاع دراري ومنحة تاع أيتام والقاشي البلدية للرقبة. سيد أول مرة بلدية من اللي راح للعقد ما زادش راح وقف الدنيا مشرجية ما عادوش منين يعقب لا بيدك لا بالعود. لقى واحد الطفل تما بها مسميهم ليكول مسكيفي من ليكول ويدور بكارطابلو. قال لك انا الطفل هذا هو اللي نعت لي وراها بيرو. اي اطلب اطفل اربح جاه الطفل ذاك. قال له وراهم يماركو في الذر. الطفل ذاك جاوبو هذيك كاينه اللي شوشها مشاغبه. قال له شنو مشاغبه؟ اه زاد عندي طفل ورايح الماركيه. قال له ايه هذو اللي المواليد الجدد. قال له ايه هذه هكذا ضحك العواز هكذا صح. راها غير اه يا ما قلت لك نهار اللي وراه له القيشي لحقني نسيت يلقى مول القيشي ذاك جاي في قصه الدر هذه واللي ماركاه ما ينجحش. دار عبد القادر ما نجح دار الارمي ما نجح دار صدام خليت عليه داروه معمر القذافي راح لعب ليبيا. المهم لحق لي هذاك من قوة مقلب القاشي داير بلاكة الرجاء عدم الإزعاج الرجاء ممنوع تقربيع في المراية ممنوع التجمع ها هنا فليكسي اغتنم دقائق الانتظار في الاستغفار الرجاء من السكان القريبين ما يلحوش صلاحها هنا داير بلايك وكل نهار سيد الحق واحد فارح بطفل وواحد كاره من الذر مهمش كيف كيف لحق سيد حق من الرعادة ويقربع في القشي. النهار اللي يفتح القيشي هذاك تاع البلدية من قوة ما هو مقلق راك عارف حواجبه مش واحد فوق وواحد تحت حاطهم مع بعضهم كي تساوي هنا شايف تحكيلو على طفل يخرج قبل وستيلو من قوة ما يسرقوا له فيه داير له خيط ورابطه خيوط انتو كعرف النهار اللي تقول له سلف لي ستيلو ما يقولكش وين يقولك قدش عنده متر ونص طفل متر ونص يقولك ما يلحقلكش ستيلو المعلم ما تحبش. هيا السيد قا خرج فيه قال له في ساعة في ساعة في ساعة اطلقني قال له واش نطلق يزعك وبينا راح نسكروا البلدية واش قال له راني جبت طفل. قال له كيف جبت طفل جبت معاك ولا شيء لا لا زاد لي الله قال له واش راح تماركيه شد السيد ستيلو مع اول ماركيه له قال له ماركيه لي ابو بكر الصديق لاحظ سيد ستيل قال له ما فيهاش بكر الصديق. قال له شنيك زعلكم بكر صديق علي بن طالب ما عاد كمشى العربي بن حميدي ما تجيبوش منه سما جاية أنا قالوا يا سمانة إلا جبتوا الأسماء. قال له المعلم راني مانيش نزعل قال ما قالوش قلت لك السيد قال له كنا نقالوا سمانه نخليه سمانه بلا اس يروضي فهاك قدام ولا سعرو داج نلقاو له قيا قال له بعد سمانه تجيبوا كوطا تاع اسماء ينسموه. قال له المعلم راني مانيش ساعق معاك وثقل الخوفيه راها غلا زايد. قال له انا في التعريف راح عندي ربع نقط وربع نقط يهزوا لك يا بكر يا صديق في زوج راهم ما فيهاش. سيد مشى وفاق له للسيستم ويجبد له 100,000 تطرطق تذبح البعير المية ذيك. عرفت على البلدية قا شافها راح جايبه جبد المية ذيك وجا وقسها. شد ستيلو صد ليه. قال له المعلم زيد لك رضي الله عنه ولا مكان.